إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر هنا مباشرة من المدينة العتيقة لمدينة تطوان. وجولة اليوم غادي تنطلق من باب الرموز وهو إحدى الأبواب السبعة هنا بمدينة تطوان اللي كيعود تاريخ التأسيس ديال هذا الباب باب الرموز إلى منتصف القرن السادس عشر. إذا متتبعي قناة شوف تي في فنحن نتواجد بالضبط من إحدى البوابات السبع لمدينة تطوان وهي بوابة باب الرموز، واللي غادي نحاولوا من خلال هذا البث المباشر أننا ننقلوا يعني أجواء المدينة القديمة هنا بمدينة تطوان. إذا متتبعي قناة شوف تي في كما قلنا فنحن كنتواجدوا من أناب باب الرموز هنا بالمدينة العتيقة، وطبيعة الحال فهذا جزء من أقدم الأسوار هنا بالمدينة العتيقة لمدينة تطوان، ومدينة تطوان تصنفت كتراث عالمي إنساني. إذا متتبعي قناة شوف تي في غادي نبداو هذه الجولة الصباحية هنا من مباشرة من حي الصلاة القديم. لنكتشف أهم المعالم التاريخية هنا بمدينة تطوان. إذا متتبعي قناة شوف تي في نحن نتواجد بحي المصلى القديم، وهذا الحي بطبيعة الحال فيه جزء قام ببنائه الإسبان في فترة الحماية، وجزء آخر يعود للمدينة القديمة وتاريخ تأسيس مدينة تطوان أو تطاوي كما يحلو لسكان المدينة منادته. كما تلاحظوا هذه المنازل هنا بحي المصلى، منازل ذات التراث الأندلسي. هذا هو الشكل ديال المنازل هنا بحي المصلى القديم، وكما قلنا فهذا الحي كيتواجد به أقدم مسرح اللي كيعود التأسيس ديالو 1914. وهذا الحي هدايا في عدة نزل وفنادق غادي نكتشفوها من خلال هذا البث المباشر، واللي كنحاولوا من خلاله اننا نقربوا متتبعينا من اهم المعالم العمرانية والاثرية لمدينة تطوان. بطبيعة الحال فالمدينة العتيقة ديال مدينة تطوان فلا زالت تحافظ على الصناعة التقليدية كما كتشاهدوا متتبعي قناة شوف تي في، فصناعة النقش على الخشب بإحدى المحلات. إذا نواصل متتبعي قناة شوف تي في هذه الجولة هنا بحي المصلى القديم. الآن احنا بالضبط بالحي اللي فيه مجموعة ديال النزل والفنادق اللي تم التأسيس ديالها في عهد الحماية، واللي يمكن نقولوا على هذا الحي بأنه حي كان كيشهد واحد الرواج، وكان واحد الإقبال كبير على المسرح الوطني. وحنا كنعرفوا بأن مدينة تطوان ففيها أكثر من 5 قاعات سينمائية واللي تم التأسيس ديالها في عهد الحماية، وكنعرفوا الدور اللي كانت كتلعبو السينما آنذاك خصوصا في فترة الاستعمار الإسباني. هذا هو أقدم مسرح، هو المسرح الوطني اللي تم الترميم ديالو مؤخرا. وكيعود تاريخ التأسيس ديالو ل 1914
من في عهد الحماية الإسبانية بعلامة تاريخية، هذا في إطار انفتاح وزارة الثقافة على البنايات القديمة، فقد تم ترميم هذه المعلمة التاريخية. هنا غادي نحاول أننا نقربكم هذه اللوحة، هو المسرح الوطني اللي كيعود التأسيس ديالو سنة 1914، وسمي في بداية الأمر بمسرح فيكتوريا إلى غاية الثلاثينات من القرن العشرين، حيث تم تغيير اسمه إلى المسرح الوطني. إذا نواصل متتبعي قناة شوف تي في هذه الجولة. احنا الآن كنتواجدوا بحي المصلى القديم، ومعروف على حي المصلى القديم وبيع وسائل التأسيس المنزلي. هذه الحي الأغلبية ديال البنايات اللي فيه كانت عبارة عن فنادق ونزل. وهنا كان واحد الرواج كيشهدوا هذا الحي سابقا ولا زال يشهدوا، ولكن في العهد ديال الحماية كان هاد الحي كيشهد رواج اكثر. اذا متتبعي قناة شوف تي في لازلنا في هذه الجولة الصباحية هنا من حي المصلى القديم بمدينة تطوان. هذوما البنايات فهي ذات طابع اندلسي بامتياز، وطبيعة الحال فهذا الحي كان كيمثل الحداثة في عهد الحماية، بحيث كان حي جديد وحتى البنايات والمنازل اللي كانوا تبنوا فكانوا يعني ذو طابع عمراني جديد. إذا هذه الأجواء هنا بحي المصلى القديم متتبعي قناة شوف تي في. احنا قاعدين نخرج مباشرة الآن إلى ساحة المشوار السعيد. وللمعلومة فحي المصلى القديم كيتواجد في الجهة السفلى من المدينة العتيقة لمدينة تطوان، وكيطل مباشرة على جبل غرغيز وبالضبط من أمام عين بوعنان. إذا متتبعي قناة شوف تي في هذه هي ساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان. هذه الساحة هذه اللي كيقصدها مجموعة من المواطنين لأخذ صور. وكما قلنا سابقا فمدينة تطوان يعني معروف عليها بالقاعات السينمائية، هنا مباشرة أمامي مسرح إسبانيا. هذا هو مسرح إسبانيا. وهذه هي ساحة المشوار السعيد هنا بمدينة تطوان. وفي أخبار متفرقة فبالأمس الجمعة تمكن الدرك أو رجال البحرية الملكية من توقيف زورق مطاطي كان به 4 مواطنين يحملون الجنسية الإسبانية، وقد تم الاحتفاظ بهم جميعا نظرا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وفي خبر آخر فقد تمكنت شرطة المصلحة
ولاية أمن تطوان من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدتين وشخص آخر، متورطين في ترويج المخدرات القوية. يتعلق الأمر بالأقراص المخدرة من نوع ريفوترين. إذا متتبعي قناة شوف تي في، هذه هي ساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان. وخلال هذا البث المباشر فإحنا حاولنا أننا نقربكم من إحدى الأبواب السبعة لمدينة تطوان، وهي باب أرموس، ومن حي المصلى، وأقدم حي واللي كيتواجد بجنب المدينة العتيقة لمدينة تطوان. وهذا الحي كما قلنا ففيه المسرح الوطني وعدة فنادق كيعود التأسيس ديالها لفترة الحماية. إذا متتبعي قناة شوف تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر إن شاء الله.